مساء الخير ست منتهى، مساء لك الخير. ولضيفك العزيز من القاهرة اللي نقدر كل التقدير وندعو له بالتوفيق وزملائه في المجلس الائتلافي. حقيقة خطاب الرئيس بشار الأسد اليوم جاء مخيبا للآمال بكل المعايير. هو كرر نفسه، هو خطاب مكرر وخطاب يعني أشبه بالمسرحية الهزلية، أن تعقد في دار الأوبرا وأن يكون هنالك رعاه من مؤيدينه ومناصرينه يهجموا على الطاولة ليؤيدوه ويندفعوا نحو هذا الاندفاع. هي مسرحية هزلية مكررة مع الأسف يرفضها الشعب السوري الأبي ويرفضها العالم العربي ويرفضها المجتمع الدولي. جاءت مخيبة للآمال لأنهم وعدوا بأن هنالك خطابا، توقعنا بعد زيارة الإبراهيم الأخيرة في نهاية العام المنصرم، توقعنا بعد زيارة فيصل المقداد إلى موسكو، توقعنا بعد التصريحات الروسية، توقعنا بعد حديث فاروق الشرع الذي ظهر في الصحافة ولم يظهر هو شخصيا ليصرح به، أن يكون هنالك جديد، أن يكون هنالك طرح حقيقي يحقن الدماء وينقذ هذا الشعب الأبي مما يعاني منه. ولكن مع الأسف جاء ليكرر نفسه بمصطلحات هزلية، بمعاني، بجمل ليس لها أي معنى حقيقي إلا الدليل على ضعفه، على هوانه، على عدم قدرته على الاستمرار. على هو لم يستخدم، هو حاول أن يستخدم مصطلح الشعب ولم يستخدم مصطلح الحكومة أو الدولة، لأنه يعرف أنها منهارة من الداخل، يعلم أن مؤسساتها لم تعد قادرة على الحفاظ على السلطة المركزية والاستمرار، يعلم أن هذا الجيش الحر وأن هذا الشعب الأبي الرافض لهذا الظلم هو متواجد في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل شبر من أراضي سوريا الحرة الأبية، حتى يعني يرفض هذا الظلم ويرفض هذا الطغيان ويحاول أن يدافع عن نفسه. أما ما استخدمه من مصطلحات واتهمهم بالعمالة الخارج ودعا يعني واتهمهم بالرعاة وبالعبيد، وهذه فهذه مردودة عليه كلها جميعا، والعالم يعرف من هو ويعرف من هؤلاء. من الذي قتل 60,000 بريء في سوريا؟ من الذي دمر هذا الشعب؟ من الذي يعني عبث بمقدرات هذه الأمة؟ هو وجيشه وقواته وأسلحته مثل ما تفضل سيد جورج في حديثه. وقال دكتور عبد العزيز في أنه هو مستعد يعني للحوار مع القوى التي صنعت هذه الدمى. دائما هو مستعد مع لا هو ليس هو أكد على 3 دول، على إيران وعلى روسيا وعلى الصين، وكأن المجتمع الدولي كله، هو استعد المجتمع الدولي على فكرة بهذه التصريحات. المجتمع الدولي كان يمكن أن يفكر في إيجاد حل سياسي وانتقال سلمي للسلطة عبر تنحيه عن السلطة وتسليم الائتلاف السوري الذي اعترفت به أكثر من 100 دولة كممثل وحيد وشرعي للشعب السوري. ولكن بعد تصريحاته هذه وتهميش دول العالم على أجماعها، نحن سمعنا الرد الدولي سواء من تركيا، من رئيس وزراء بريطانيا، من الاتحاد الأوروبي، من كثير من القوى الدولية التي رفضت هذا التصريح ورفضت هذا الحديث وأكدت على طلبها له بالتنحي. فهو حينما يقول أنه مستعد أن يتحاور مع من صنع الدمى، هي ليست دمى، هي هم أناس وطنيون حاولوا أن يحقنوا دماء، حاولوا أن يتفاوضوا بالسلم في الأول، استنفذوا كل ما يمكن استنفاذه قبل أن يصلوا إلى هذه المرحلة. ومع الأسف هنالك فهم خاطئ لديه، يعني أو ما يحدث أنه يقرأ المشهد بشكل مختلف جدا. يعني في قناعتي أن المجتمع الدولي مصمم على ما هو ذاهب إليه. حتى الاعتراضات الروسية والصينية مع الأسف، والموقف الإيراني مع الأسف، اللي إذا كان إيران هي مفروض أنها دولة إسلامية لا تسعى إلى وجود هذا العدد الضخم من الضحايا المسلمين والأبرياء والعزل من كافة الطوائف، ليس فقط المسلمين، ولكن يعني مفروض أنها لا تسعى إلى إمداده وإعانته للاستمرار في آلة القتل. المبادرة التي طرحها من 11 بند تحتاج إلى 11 سنة لتنفيذها حقيقة، لأنها مبنية على فصول هو يعتقد أنه هو سيد الموقف فيها، هو ليس سيد الموقف فيها. هنالك تخاذل من المجتمع الدولي مع الأسف، هنالك تأخر من المجتمع الدولي في الاستجابة كما يجب أن يكون، هنالك تردد لدى بعض الطوائف، هنالك علامات استفهام وحملت المعارضة بأجزاء من هذه المسؤولية، وهم استطاعوا أن يجيبوا أن يجاوبوا على الكثير يعني من هذه التساؤلات. اليوم التخوفات التي كانت موجودة والتي سببت نوع من التردد لدى المجتمع الدولي في عدم تغيير وعدم الضغط أكثر على 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 بشار الأسد لخروجه من السلطة هو وأعوانه بدأت تتلاشى لعدة أسباب. أولا المجالس العسكرية شكلت في الداخل وأصبح لديها القدرة لأن تتعامل، وهم معظمهم إما متطوعين أو عسكريين سابقين أو متدربين خدموا في الخدمة العسكرية السابقة. التجهيز بالنسبة لهم هو ناقص، ومع الأسف الشديد هنالك نقص في القدرة في التجهيزات العسكرية لتمكينهم من تنفيذ عملياتهم بشكل كبير، وما استطاعوا الحصول عليه من القواعد العسكرية أو من الأماكن اللي استطاعوا العائدة للجيش السوري.
هي التي استخدموها في حربهم، فهنالك نقص في الإمداد. وإلا لو مكن الجيش الحر السوري ومكنت المجالس العسكرية واللجان العسكرية والمعارضة بشكل عام بالقدرة العسكرية المطلوبة للتصدي للطائرات التي تقصف وللدبابات التي تقصف لكان الأمر قد حسم من السابق كثيرا. صحيح. هنالك تردد كان في بعض الدول لمعرفة من الذي سوف يأتي إلى السلطة، ما هو يعني برنامج المعارضة السورية، كيف سيتعامل مع دولة مثل إسرائيل معنية بهذا الشأن بشكل كبير، ومارس الضغط على الولايات المتحدة في فترة معينة وعلى الاتحاد الأوروبي حتى لا يكون هنالك تسليح للجيش الحر بالتسليح اللي هو يعني مطلوب في هذا الجانب. فهنالك طبعا تعاقص يعني تقاعس من المجتمع الدولي، عدم استجابة سريعة، هم أيضا شركاء في دم الأبرياء أنا أعتبرهم، لأنهم هم الذين مكنوا من استخدام آلته بهذا الإفراط. طبعا البعض يؤكد أن سوريا ليست ليبيا، ليبيا كان لديها مقومات اقتصادية وحسابات خارجية في الخارج، استطاع الآخرين أن يضعوا أيديهم على تلك الحسابات وأن يصرفوا منها إلى أن نظمت المعارضة نفسها. والمعارضة الليبية أقدم بكثير من المعارضة السورية ومتواجدة في الخارج ولها نفوذها ولها يعني وضعها في الخارج. المعارضة السورية تشكلت بسرعة وتشكلت من الداخل ومن الخارج حتى يتمموا، يعني هنالك عوائق كثيرة كانت أمامها، ولكن اليوم أكثر طمأنينة لوضعها وأكثر طمأنينة للأداء اللي تقوم به. طيب. الائتلاف السوري يا دكتور عبد العزيز، وأنا بدي أسأل بهذه النقطة السيد جورج صبرا تحديدا، يعني هو يعني بالتأكيد حاول أن يعني يتجاهل وأن يمحي هذه الصورة التي رسمت في البداية. هذا الشعب السوري الأعزل خرج في مظاهرات سلمية يطالب بمطالب سلمية، يريد إصلاحات حقيقية. هو لم يحمل السلاح في الأول، هو كان أعزلا حينما بدأ بشار الأسد باستخدام السلاح والعنف المفرط واستخدام كل الوسائل التي أراد أن يستخدمها ضد هذا الشعب الأعزل. خلقت هنالك معارضة مسلحة، وانوجدت المعارضة على أرض الواقع للدفاع عن أنفسها وعن كرامتها وعن أعراضها وعن ممتلكاتها وعن حقوقها، وأصبحت هنالك هذه المواجهة. ولكن بالفعل هو حاول أن يمحي الصورة السلمية التي بدأها الشعب السوري بالمطالبة الأساسية، وكان يريد أشياء أبسط بكثير مما يعني كان هو يعتقد. ولكن مع الأسف العنجهية والكبرياء والبعد عن الواقع والاستهتار بالشعب الأعزل والاستهتار بحقوق المواطن السوري دفعته لاستخدام الأسلوب الأمني العنيف واللي هو تم الاستفادة من النصائح. وأنا أصبت السؤال يا دكتور عبد العزيز، لأنه في بدايات الثورة السورية يعني لماذا اختار هذه الطريقة لوضع مبادرته؟ هو في السابق كان يعتمد على القوى الدولية المساندة له، بالذات يعني روسيا وإيران والصين، كان يعتقد أنها من خلالها هو أقوى، وهو لا يحتاج أو يريد أن يقدم أي مقترحات للمندوبين الدوليين الذين جاءوا إلى سوريا بتكليف عربي وبتكليف دولي وبموافقة شعبية سورية. كان يريد أن يتجاوز كل الأشياء هذه ويعتقد أنه لن يصل. أنا قناعتي في خطابه اليوم هو بدأ هش، ضعيف، هزيل، بدأ حتى صحيا شكله تعبان، يعني وبدأ يعني في وضع وكأنه الخطاب الأخير بالنسبة لي، لأنه هذا أقصى ما عنده. يعني جرت العادة أن تكون خطاباته ساعتين فأكثر، أما اليوم كان خطابه أقل من ساعة. فلذلك يعني أنا بالنسبة لي هنالك مؤشرات أخرى ثانية تدل على أنه هذا خطابه الأخير، خطابه الذي يصرخ ولا منادي ولا مجيب له، لأنه هو توقع يعني أن يكون هنالك استجابة محلية أو دولية أو كذا. ويعني ردود الأفعال كانت مثل ما توقعنا، أن هذا خطاب هزلي، مسرحية غير مقبولة ولا يرقى إلى مستوى الجدية حتى يناقش. حاول أن يطرح من خلال الميثاق والدستور والاستفتاء، يعني مثل ما يعني تفضلتي، لم يضع إطارا زمنيا في خلال كم يتم هذا الشيء، ما هي صلاحياته اللي هي راح تكون موجودة، إذا كان هنالك أي أشياء أخرى لم يتحدث عنها، وتحدث عن مصطلحات عفى عليها الزمن. الميثاق هذا يعني كان يستخدم في الخمسينات والستينات، حتى عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية، يعني يمكن قلت أول 11 نقطة بحاجة ل 11 سنة على أسلوبه اللي هو طرحه حتى أن تتم. ولكن هو يرفض الداخل ويعتبرهم إرهابيين، وبالمقابل يريد أن يتفاوض مع الداخل. يرفض الخارج ويعتبر أنهم دمى وعملاء وخارجين، ويريد أن يتفاوض مع الخارج. هو مذبذب ولا يعرف ما يريد مع الأسف، يعني أنا واضح الصورة بالنسبة لي. طيب عندما يقول لو شعروا بالضمانات وبمصلحتهم في الاستمرار وأنهم لن يؤذوا، أنا في قناعتي قد يقدموا هذا النوع. لأنه ما بتعتقد أنه هذا لو جاءهم ليس من المعارضة السورية إنما من جهة أقوى من المعارضة السورية بيكون أحسن؟
نعم، نحن بحاجة إلى طرفين، محتاجين إلى 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 المعارضة السورية كجهة ومن الشعب السوري وممثلين وطوائف وكذا، وأيضا محتاجين من قوة دولية أن تقدم هذه الضمانة. لو قدمت هذه الضمانة، لو قدم هذا التسهيل لهم، لو نوشدوا وطولبوا بإيجاد مجلس إنقاذ سريع عسكري داخل المؤسسة العسكرية السورية ليقوم هو بعملية التغيير السريع، حقنا للدماء مثل ما ذكرت، أنا قناعتي رح نشهد تسارع كبير جدا في انهيار النظام السوري والقضاء عليه، لأن الفرصة الأخيرة التي كانت له بالانتقال السلمي للسلطة هو فوتها، لن يثق فيه أحد. خطابه الأخير هذا والوداعي أنا بالنسبة لي لن يثق فيه طرف من أطراف، هو تجاهل المجتمع الدولي، تجاهل كل القوى الدولية، ركز على من ساندوه وحالفوه في الخطأ. ومع الأسف يعني روسيا قدمت المساعدات العسكرية، ولو أن المجتمع الدولي قدم مساعدات استخباراتية معلوماتية صور ساتلايت أعطاهم إمكانيات للجيش الحر السوري لكان تقدموا في وضعهم أكثر بكثير، ولكن أيوه. المناشد الآن ربما البعض يتساءل أنه بعد 60,000 قتيل متى يمكن أن يقوم. دكتور عبدالعزيز بن صقر، شكرا جزيلا لك على المشاركة. نهاية بانوراما، إلى اللقاء.